أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله الزين رئيسة مجلس النواب أن العمل والإنجاز البرلماني ضمن فريق البحرين خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس سيشهد تطورا بارزا وتنسيقا أكبر مع السلطات كافة وفق مبدأ فصل السلطات وتحمل المسؤولية لخدمة الوطن والمواطنين. كما وهنأت معاليها رؤساء اللجان النيابية الذين تم انتخابهم ونالوا ثقة زملائهم في اللجان، مشيدة بروح الديمقراطية والتفاهم والتوافق الذي ساد أجواء الانتخابات في اللجان، وحرص الجميع على القيام بالواجبات والمسؤوليات التشريعية والرقابية في كل مواقع العمل البرلماني في المؤسسة التشريعية. وأعربت معالي رئيسة مجلس النواب عن بالغ الشكر والتقدير للسادة النواب رؤساء اللجان أعضاء هيئة المكتب السابقين وما قاموا به من جهود رفيعة وأداء لمسؤولية نيابية بارزة، وذلك خلال دور الانعقاد الماضي. جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين رئيسة مجلس النواب وبمشاركة رؤساء اللجان وبحضور سعادة المستشار راشد محمد بنجمة الأمين العام لمجلس النواب.